لتجربة إنسانية فريدة بدار المسنين بوجدة. طبيبة تتطوع بكامل وقتها من أجل عيادة نزلاء هذه المؤسسة. تحول في حياة الدكتورة رشيدة حموثي يرصده بورتري عبد الرحيم بن شيخي ورشيد العتابي. أن تدخل دار المسنين كطبيب متطوع فأنت تنتصر للإنسانية في جوهرها. الطبيبة استحقت معنى قسم إبقراط، لذلك تطوعت كليا من أجل مسنين في حاجة إلى كثير من العناية، كثير من المحبة، فأصبح اللقاء لحظة موعودة. تسنى ديك الوقيتة اللي تسمحوا من الضحك يفرحوا من تجي ولا يحكيوا لك ولا تحتاجي اكسترا، تحسي بلي كتجيبي لهم شي حاجة، كتساعدي لهم شي حاجة، اي سا سي امبورطون الحمد لله. دونك انا كنجيب لهم وتا هما كيعطيو لي بزاف، بحيث داك الاحساس ما كيتعودش بشي حاجة الحمد لله. التطوع معناه في نظرة الاخرين كهاته، ومن غرفة إلى غرفة تشد حبل كل علاقة درجة، ويصبح التطبيب مشروع إنصات للآخرين كي يفضفضوا لوعج النفس. شحال صبر معنا مسكينة وما تساعفنا وديرنا لخاطر، إوا الشيء اللي نطلبوه لهم ربي يسجلهم الوليدات. هي في رأيي الخاص حالة غير عادية، لأن الطبيبة يعني تسمح في العيادة ديالها الخاصة وتلتحق بجمعية من أجل التطوع وعلاج حوالي 95 مقيم بهذا الرياض، فهذا راه شيء يعني جد جد يعني مثالي. 95 مقيم في حاجة لرعاية مستمرة. يكاد ينحصر تطوع الطاقم الطبي بممرضيه خلال اليوم وبالليل، وجب العمل على سد الخصاص. احنا هنا لا جورني مي ما كنديروش لي غارد، فهمتي سي دو بينيفولا، دونك ما كرهناش. كاين الناس اللي خصهم يديروا ليبرا تاع الانسولين في الليل، ما كنجبروش شكون اللي يديرها لهم، خصنا نعلمو شي نوزال اللي يديروا لهم لي انجيكسيون. وكاين شي ناس عاود خصهم الدواء في الليل، ما يعرفوش يقراو، ما يعرفوش ولا ينساو. سلام الله عليك، من هذه اللحظه فاض الخير وليكي ولي حيت فيك مجلي. سلام الله عليك.